مرحبا بيك مني سير كل. عملية جراحية ناجحة لكوليبالي أجرى يوم أمس الثلاثية 30 جويل 2019 متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي فوسيني كوليبالي عملية جراحية كللت بالنجاح بإحدى مساحات العاصمة. هذا وسيركن كوليبالي إلى راحة لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، وسيكون في فترة نقاهة على أن يدخل في فترة العلاج الطبيعي بعد أيام من الآن. تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعب الترجي الرياضي التونسي فوسيني كوليبالي. ما تنسيش جيم على الفيديو أبوني عشان يوتيوب بتاعنا.